لما نيجي نتكلم على الاوسيس بارت بتاع السيرفيكال سباين، المقصود ان احنا هنتكلم على الاوكسيبيتال بون لانها جزء كبير من الكرينيو سيرفيكال جانكشن، ثم التيبيكال سيرفيكال فيرتيبري اللي هي من 3-6، ثم الاي تيبيكال سيرفيكال فيرتيبري اللي هي الاطلس والاكسس وسي 2 او الفيرتيبرا بروميننت. لما نيجي نتكلم على الاوكسيبيتال بون، الاوكسيبيتال بون زي ما قلنا في الامبريولوجي انها مكونه اساسا من 3 بارتس، البازيلر بارت والكوندايلر بارت والسكويمس بارت، تمام؟ وعرفنا من الامبريولوجي الديفلوبمنت بتاع كل واحده منهم كان جاي من فين. هنتكلم اول حاجه دلوقتي على البازيلر بارت. بالنسبه للبازيلر بارت اللي هو الجزء دوت فروم اوتسايد والجزء دوت فروم انسايد، في فرنجيال توبركل اللي هو جزء بروميننس موجود في السكال بيز عند البازيلر بارت، وده مسؤول عن او اتاتشد لي الفرنجيال رافي اوف ذا فارينكس او الميد لاين رافي اوف ذا فارينكس. و ده ايه؟ هو الحقيقه ده مش الجوينت بتاع السفينويد والاوكسيبيتال او اللي هو بنسميه سفينوبيزيل سينكوندروزس لانه لحم خلاص ديسكال ادلت فدي لحمه خالص، انما ده ارتكيوليشنز ما بين اسمها الفومر، فومر بون مش كده؟ دي الفومر، دي الفومر ارتكيوليشنز بتاعت الفومر مع السفينويد بارت اوف ذا كلايفز، تمام؟ وهي برضو بتكون البوستيريور بارت of the nasal septum مش كده. بعد كده ده السوتشر اللي ما بين البيترس وما بين الكوندايلر بيترو كوندايلر بار، تمام؟ وهنا كده ده السوتشر اللي هنا ده اللي ما بين البيترس وما بين الكلايفس بيترو كلايفال بار. كلايفس احنا قلنا الدايمنشنز بتاعتها عددها ما بتبقى في حدود ال 3 سم لو من اول السفينو بازيلر سينكوندروزس لحد التيب، او لو خدنا من اول البوستيريور تيوبركل يبقى 5 سم تقريبا، والعرض بتاعها حوالي 3 سم، تمام؟ ده السينكوندروزس اللي احنا قلنا عليه لحد ما في الاخر لحم خالص، ده بواقي السينكوندروز، انما هنا الجنكشن ده الفومر اللي راكبه فوق الايه البيزيوكس. في ماسلز اتاتشد للبيزال بارت اوف ذا اوكسيبيتال بون، لونجاس كابيتس او ريكتاس كابيتس انتيريور ميجر. فاكرين ان في ريكتاس كابيتس بوستيريور مش كده؟ وطالما اتسمت ريكتاس كابيتس بوستيريور يبقى بالضروره في ريكتاس كابيتس انتيريور، تمام؟ فالريكتاس كابيتس انتيريور ميجر اللي هي اسمها لونجاس، الاسم الثاني بتاعها لونجاس كابيتس، والمصل الثانيه اللي اصغر منها ريكتاس كابيتس انتيريور ماينور. ده التو ماسلز الوحيدين اللي ماسكين في الكلايفال بارت من ناحيه السكال بيس. جايين من فين؟ الريكتس كابيتس ماينور جايين من الترانسفيرس بروسس بتاع سي 1 ورايح ينسرت في الاريا دهيت، والميجر الريكتس كابيتس انتيريور ميجر او الاسم بتاعها الثاني لونجاس كابيتس واخد من الترانسفيرس بروسس بتاعت اللور سيرفيكال سباين ويروح ينسرت انتيريور للريكتس كابيتس anterior mind. خلاص يبقى دول التو ماسلز الموجودين anteriorly ماسكين السكال في سي 1 او في باقي السيرفيكال فيرتبري. لان لما تشوف اللونجاس كولاي اللي هي الانذر ميجور anterior ماسلز اللي هي اللونجاس كولاي اللي احنا دايما بنشتغل عليها واحنا شغالين في السيرفيكال سباين، هتلاقيها مش بتمسك خالص في الاوكسيبيتال بون، فلابد في وجود ماسلز تمسك السيرفيكال سباين مع السكال، زي ما في ماسلز ماسكه السيرفيكال سباين مع السكال بوستيريور لابد وجود ماسلز ماسكه السيرفيكال سباين مع السكال انتيريور. اشهر تو ماسلز وهم دول الاساسيين ريكتس كابيتس انتيريور ميجر اند ريكتس كابيتس انتيريور ماينور. نيجي على الاكس اوكسبيتال اللي هو كوندايلر بارت. ده الكوندايلر بارت، دي الكوندايلز الدايمنشن بتاعتها عاده بتبقى في حدود ال 22 الاكسس الانتروبوستيريور وحوالي 12 تقريبا الاكسس الترانسفيرس، وهي ليها انكلينيشن حوالي 55 سنتي او 55 انا اسف ديجري من الايه من الميد لاين. الكوندايل عشان اللي بيشوف السكالز اللي عنده مش بالضروره كيدني شيب بتاعها ده الستاندرد، انما مش بالضروره يبقى كيدني شيب، في اوقات كتيره بيبقى انذر شيبس زي المناظر الغريبه اللي هي موجوده ديت، بس الستاندرد اللي هو كيدني شيب. في انتير كوندايلر كانال اللي هو الهايبوجلوسال كانال. طب في بوستير كوندايلر كانال اللي بيعدي فيه بالظبط المشري فين؟ انتير كوندايلر كانال ده بيبقى موجود انتير تو ذا
كوندايل. البوستيريور كوندايل اركانين لو موجود ده يعني حاجه مش بالضروره تبقى موجوده، بيبقى موجود بوستيريور اللي هنا اهوت اوبننج موجوده تعدي الميشري فينز تربط السيجمويد ساينسز مع البارافيرتبرال بلكسس اوف فينز. تمام. الانتير كوندايل اركانين اللي هي المقصود بيها بيمر فيها الهايبوجلوسال، الدايركشن بتاعها نشوف بوضوح اكتر في من السي تي، دايركتد فروم ميديال تو لاترال وفروم بوستيريور تو انتير، دي الهايبوجلوسال كانال عشان ماشي فيها الهايبوجلوسال نيرف. تمام. دايركتد فروم ميديال تو لاترال ودايركتد فروم بوستيريور تو انتير. تمام. اهميه وجود الهايبوجلوسال كانال اثناء ترانس كوندايلر دريفنج، ترانس كوندايلر درينج او الترانس كوندايلر ابروتش، الكوندايل تبدا موجوده هي ليها اكسترنال اوبننج وليها انترنال اوبننج. الانترنال اوبننج اللي هو موجود جوه السكال ده بيبقى على بعد حوالي 8 مللي من البوستيرور ايدج بتاعت الكوندايل، يعني ده اوكسيبيتال كوندايل، ده البوستيرور ايدج بتاع الكوندايل على بعد 8 مللي تقريبا يبدا الاوبننج اللي موجود انتراكرينيالي. تمام. والاكسترا كرينيال اوبننج موجود في التلت الاخير خالص بتاعه الكوندايل، هنشوف الكلام دوت بوضوح. فعشان كده الكوندايل راحوا مقسمينها الى اربع تربع عن طريق الثلاثه لاينز، الربع البوستيرير خالص ثم ربع ثاني ثم الثالث ثم الرابع. تمام. نجد انه الجنكشن ما بين الربع الثالث والرابع دوت ده موجود فيه تقريبا الاكسترا كرينيال اند بتاع الهايبوجلوسال كانال. الجنكشن ما بين الربع الثاني والربع الثالث دوت ده موجود في الانتراكرينيال اند بتاع الهايبوجلوسال كانال. اتبقى لي الاريا دهيت اللي هي الربع الاولاني خالص، ده السيفست بارت اوف ذا دريل، فده اللي بستخدمه في الترانس كوندايلر ابروتش. ترانس كوندايلر جزء اللي بعمل له دريلنج هو سيفلي من غير ما اوصل، من غير ما يوصل، في بعض الاحيان ببقى محتاج ان انا اوصل للهايبوجلوسال كانال، بس لو انا عايز اخش بس ترانس كوندايلر ابروتش فقط لا غير من غير الاكستنشن بتاعه، يبقى بعمل دريلنج للربع الاولاني بس اللي هو حوالي 5 مللي تقريبا. يعني بومطه الدريل بتاعتك وانت بتعمل ترانس كوندايلر ابروتش لا يمكن تزيد ابدا عن ال 5 مللي. الافضل انك تشتغل بثلاثه وتبدا تزود للثلاثه دريلنج دوت لايه؟ للخمسه سبيس. تمام. ده زي ما اتفقنا البوستيريور كوندايلر كانال، وهنا في الفصه اللي موجوده بتبقى موجوده هنا اهوت، في بيبقى ايميشري فينز كونكتنج السيجمويد ساينسز بالبارافيرتبرال بلكسس اوف فينز. الجوجلر توبركل وده بيشوفه دايما من جوه السكال مش من بره السكال. تمام. لما تيجي تدور عليه تدور عليه عند هنا اهوت الجوجلر فوريمن في الاريا دي هتشوفه بوضوح على السكال اساسا. تحت الجوجلر فورامن ومور انتيري شويه هتلاقي فيه تيوبركل، فيه بلج موجود صغير، ده اسمه الجوجلر تيوبركل. بنستريس عليه ليه؟ عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه اللور كرينيال نيرفز وهي طالعه من البرين ستيم بتلاقيها ماشيه، وده عشان تخش طالعه من برين ستيم وعشان تخش جوه الجوجلر فورامن اللور كرينيال بتتزحلق فوق الايه؟ الجوجلر تيوبركل، بتمشي بارل الجوجلر تيوبركل بالمنظر ده. تمام. الجزئية الثانية بتاعت الجوجلر تيوبركل المهمة، لو أنا داخل سي بي أنجل فار لاترال ترانس كوندايلر، يعني أنا بعمل ترانس كوندايلر أبروتش عشان أوصل لحد الجنكشن بتاع الكلايفس أو الأنتيريور كلايفس عشان يحدفني لاترالي خالص، سي بي أنجل لاترالي خالص، فبعمل درينج للكوندايل عشان أقدر أخش لاترال خالص عشان أقدر أشوف الإيه؟ الأنتيريور بارت أوف ذا كلايفس أو ليجن موجود عند الأنتيريور بارت أوف ذا كلايفس، ألاقي من جوه البلج اللي موجود دوت اللي هي الكوندايلز هي تبدأ تحجب لي الأكسس أوف فيو للسي بي أنجل أنتيريور خالص عند الإيه؟ عند البرين ستيم. تمام؟ فدي أهمية تانية للكوندايل. فعشان كده في إكستنشن للترانس كوندايلر أبروتش اسمه إيه؟ ترانس كوندايلر ترانس جوجلر تيوبركل. اقوم بعد ما اعمل دريلنج للانتيري للبوستيري 5 مللي اللي احنا قلنا عليها، واول ما ابدا اوصل ل الفينس بلكسس اللي موجوده جوه الهايبوجلوسال كانال تبان لي، يعني انا وصلت خلاص تقريبا للانر اند بتاع الهايبوجلوسال كانال، ابدا الدريلنج بتاعي. انا كان الدريلنج بتاع الدايركشن بتاعه كده انتيريولي، يبدا الدريلنج بتاعي يبقى الدايركشن بتاعه سوبيريولي عشان اعمل دريلنج للايه؟
الجوجلر تيوبركل هو كمان، يعني بعد ما اعمل دريلنج انتيريولي بالمنظر دوت كده عشان الخمسة ملي البوستيريو بتاعت الكوندايل، لو انا عايز اخش سوبرا كوندايلر بقى كمان اخش جوه الكوندايل سوبرا كوندايلر اكستنشن للترانس كوندايلر ابروتش، او مطلع سوبيريولي عشان اعمل دريلنج هنا هوت للايه للكوندايل، بعمل دريلنج للكوندايل اكسترا ديورال، فبالتالي بعمل دريلنج للبون دهيت ولسه النيرفز كرينيال نيرفز دهيت محميه بالديور، فببدا اعمل دريلنج دوت من بره اكسترا ديورال، يقوم لما اجي افتح الديوره ما الاقيش البلج اوف ذا بون اللي موجود دوت قافل لي الاكسس للكلايفز. تمام. البروسيس الثانيه اللي مهمه اللي موجوده في الاوكسيبيتال بون كوندايلر بارت اللي هي جوجلر بروسيس، يبقى احنا قلنا ان هوت الكوندايل وقلنا ان هوت الجوجلر تيوبركل وفي جوجلر بروسيس. جوجلر بروسيس هي الايه اللي جنب الكوندايل بوستيريولي اند لاترالي بالمنظر ده اللي هي ده، ده جوجلر بروسيس، دي الكوندايل هنا وده جوجلر بروسيس دهيت. هتشوفها في السكال هنا ازاي، هي هتلاقيها جنب زي ما اتفقنا دي الكوندايل، هتلاقيها ورا الكوندايل وبوستيريولي ورف اريا، ورا الكوندايل وبوستيريولي ورف اريا، هي الجوجلر بروسيس دهيت اللي بتشاور تقريبا عند الستايلوماستويد فورين، التيب بتاعها تقريبا ده هو ده يشاور عند الستايلوماستويد فورين. ده انذر اكستنشن للترانس كوندايلر ابروتش، يبقى احنا قلنا خدنا الترانس كوندايلر واكستندنج سوبيريولي عشان اشيل الجوجلر تيوبركل، انذر اكستنشن ترانس كوندايلر ابروتش ويز بارا كوندايلر اكستنشن. بارا كوندايلر اكستنشن مقصود بيه ان انا بعمل دريلنج للايه الجوجلر بروسيس ده، هي بعمل دريلنج للجوجلر، ولما تشوف الدريلنج بتاع الجوجلر بروسيس دوت يوصلني لايه للجوجلر فريمن بوستيريور. كل الترانس كوندايلر ابروتش عشان في الغالب ما بيتعمل للحاجات اللي موجوده في اراوند جوجلر فريم، ده ابروتش للجوجلر فريمن فروم بوستيريور. تمام. فبشيل بعمل دريلنج، بعد ما بعمل دريلنج الربع او الخمسة ملي البوستيريور ببدا اعمل بارا كوندايلر دريلنج للاريا دهيت عشان ابقى بفتح الجوجلر فريمن فروم بوستيريور. ده وان اوف ذا ابروتشز اللي هو البارا كوندايلر اكستنشن تو اوف ذا ترانس كوندايلر ابروتش، وان اوف ذا ابروتش تو ذا جوجلر فريمن فروم بوستيريور. تمام. في مصل مهمه ماسكه هنا اهوت، هي مش مهمه انما هي مصل لازم تعمل لها سيبريشن قبل ما تعمل دريلنج. عرفنا الريكتس كابيتس انتيريور وفي ريكتس كابيتس بوستيريور في السب اوكسيبيتال تريانجل عارفينها، هنا ريكتس كابيتس لاتيراليس، ريكتس كابيتس لاتيراليس ماسكه من سي 1 للاريا دي بالظبط. تمام. فلما هحب اعمل بارر كوندايلر اكستنشن ابروتش يبقى بشيء بديسلوج الريكتس كابيتس لاتيراليس ثم بعمل دريلنج للجوجلر بروسيس دوت. في بعض السكال عشان بس لما حاطط انا السلايد دوت عشان يعني اللي عنده سكال يلاقي فيها بروسيس موجوده جنب الاوكسيبيتال كوندايل على طول، في بروسيس زياده ولا هي ستايلويد بروسيس ولا هي طبعا ماستويد بروسيس جنب الكوندايل وفي بروسيس موجوده كده، في بعض الاناتومي بيبقى موجود، في بعض الحالات بيبقى موجود وات از كول بارا اوكسيبيتال بارا كوندايلر بروسيس، ساعات بيبقى طويل قوي لدرجه ان هو ارتكيوليت ايفن مع سي 1. طبعا الاناتومي ده مهم جدا ابقى عارفه بري اوبرتيف لو انا داخل اعمل ترانس كوندايلر ابروتش. جوجلر فوريمن وجوجلر فوريمن اكشولي اتس نوت ا فوريمن، عباره عن هياتس فقط ما بين البيترس وما بين الاوكسيبيتال بون، وفي محاضره كامله عن الاناتومي اوف ذا جوجلر فوريمن وابروتشز تو ذا جوجلر فوريمن. الجزء الاخير في الاناتومي بتاع الاوكسيبيتال بون اللي هو السكويمس بارت، وهنا في كام نقطه يمكن مهمين. سيرفيس اناتومي بتاع اللي مهم عندنا في السكويمس بارت، طبعا في عندنا الانيون اللي هو الاكسترنال اوكسيبيتال بريتوبرنس. تمام. و لما باجي وانا بركب مثلا ستيريوتاكتيك فريم وبحب اعمل نيرف بلوك عشان كانسيز عشان اركب الفريم، فبحب اعمل انفلتريشنز موجود ل وان اوف ميجور نيرفز اللي بتبقى بتغذي الاوكسيبيتال سكالب بوستيريور اللي هي انهو نيرف
جريتر اوكسيبيتال ده بيبقى حوالي 2 سم اللي هو طريقه الانجكشن عشان تعمل نيرف بلوك، حوالي 2 سم من الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرنس لاترالي و2 سم بوستيريور عشان تجيب الجريتر اوكسيبيتال. الليسر اوكسيبيتال نيرف هو ده تقريبا ما بين الليفل بتاع الجريتر اوكسيبيتال نيرف وما بين التيب اوف ذا ماستويد ميد واي بعمل الانجكشن الثاني. هو ايه الفرق ما بين الجريتر اوكسيبيتال والليسر اوكسيبيتال؟ يعني ده نيرف سبلاي ايه وده نيرف سبلاي بتاعه ايه؟ والجريتر اوكسيبيتال هو دورس الريمس طبعا، هو المور بوستيريو. سي 2 برضو هو سي 2 ولكن من الانتيريور ريمس. يعني ايه من الانتيريور ريمس؟ يعني من سيرفيكال بلكسس. البلكسس بتتكون من ايه؟ سواء كان السيرفيكال بلكسس، بريكال بلكسس، اللامبر بلكسس، بتتكون من الانتيريور ريمس بتاعت النيرف اللي احنا هتقول بتكون البلكسس دوت. تمام. البوستيريور ريمس دوت بيروح بوستيريو وما يخشش في البلكسسات خالص، عمره ما في بوستيريور ريمس. فالسي 2 anterior ramus يخش في السيرفيكال بلكسس واحد برانشات السيرفيكال بلكسس الليسر اوكسيبيتال نير، ثم سي 2 posterior ramus اللي هو ما دخلش في البلكسس ديفيجن بتاعه، ما دخلش في البلكسس خالص، ده يطلع على طول يسبلاي الجريتر اوكسيبي، يعمل الجريتر اوكسيبيتال. طب السيرد اوكسيبيتال سي 3، برافو عليك. مكانه فين هنا اهو؟ يعني ميد واي ما بين الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرنس وما بين الجريتر اوكسيبيتال نير، يعني اكشن هو اقرب للميد رغم ان ده عكس التفكير المنطقي. يعني عاده سي 2 يطلع قرب الميد لاين وسي 3 يطلع بعديه، واخد بالك؟ لا، هو الحقيقه العكس. تمام. ده الثلاثه اوكسيبت اللي انتوا قلتوهم كلهم. طيب في نقطه مهمه جدا عشان ساعات بتلخبطنا الحقيقه في البوزيشننج وفي السب اوكسيبت الابروتش. البوينت دي الاوبستيريو كرينيا، حد سمع عنها؟ طيب هو يعني جرى العرف ان ساعات بنعلم الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرنس انها الموست بروميننت بوستيريور بوينت. واقع الاناتومي بيقول لا، واقع الاناتومي بيقول ان الموست بروميننت بوستيريور بوينت هي البوينت او بي دهيت اللي هي الاوبسي كرينيوم، دي الموست بروميننت بوستيريور، وهي دي اللي عادة ما بيقيسوا ما بينها الانتروبوستيريور دايمتر لما بيحبوا يجوا يقيسوا الايه الانتروبوستيريور دايمتر بتاعت السكال. تمام. والاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرنس هي بوينت برضو بروميننت ولكن تحت الموست، يعني ايه؟ يعني في الكيرفيتشر اللي موجوده دي اول حاجه طالعه بوستيريور، هي مش موست بروميننت انما هي اول حاجه طالعه بوستيريور تبقى الاو بي بوينت. والاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرنس هي مور اكشولي هي مور بروميننت عن الاو بي بوينت ولكنها مور انفيرير. اللي كتب الكلام دوت الحقيقه وكتب الساينتفك بوينتس بتاعته روتون في الكتاب بتاعه. حد قراها قبل كده الاو بي دهيت؟ بس كاتبها في وسط الصور، مش مكتوبه في الكلام نفسه، مكتوبه في وسط الصور. ده الاو بي ده الموست يعني مش الموست بروميننت بقى، خلينا نقول موست كونفكس بوينت، الموست كونفكس بوينت بتاعت الاوكسيبيتال بول. تمام. والثانيه الاكسترنال اوكسيبيتال بول هي الموست بروميننت، خلاص عشان يبقى التعبير مظبوط كده. خلاص روتون كاتب دي الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرنس، الاو بي تقريبا حوالي 2 سم من الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرنس في الميد لاين، ثم تيجي الجنكشن بتاع اللاندويد وال سبيروساجيتال الساجيتال سوتشر حوالي من 2 الى 4 سم تانيين. تمام. والجنكشن دوت اللي ما بين اللاندويد وما بين الميد لاين دوت الايه؟ الجنكشن بتاع ما بين الاوكسيبيتال بول الاوكسيبيتال لوب قصدي وما بين البرايتال لوب. خلاص. فالبوينت بتاعت اللامدويد سوتشر التقائها في الميد لاين دي البوينت اللي انت تقول عليها تفصل ما بين البرايتال بون والاكسيبيتال برايتال لوب والاكسيبيتال لوب. خلاص. الاو بي هي بتفصل ما بين التو كورتسيسز المهمين بتوع الاكسيبيتال لوب اللي هم ايه؟ اللي زي اللسان اللينجوال والكونيت. تمام. فالاو بي دي النقطة دهيت اللي تقريبا بتفصل ما بين تقريبا الاو بي هنا اهوت، هي دي اللي بتفصل ما بين اللينجوال جايروس انفيريولي والكالكولر جايروس والكينيت جايروس سوبيريولي. تمام. أهمية الكلام دوت ايه؟ أهمية الكلام دوت في الابروتشز للاوكسيبيتال، ابروتشز للباينير اريا لو انت عايز تعمل ابروتش للباينير ريجن، سوبرا تنتوريال
انفرا اوكسيبيتال، تمام، سب اوكسيبيتال سوبرا تنتوريال. فبتخش انت سوبرا تنتوريال وبتعمل تبدا تفتح هنا اهوت عشان تجيب الجنكشن ما بين الفالكس وما بين التنت، واما تشتغل ثرو التنت تفتح التنت من فوق وتشتغل عليه، او لو كان الليجن اساسا سوبيري بتشتغل عليه من ناحيه. اهم حاجه ان انت في الاريا دي هيت لما بتيجي تفتح الكريوتوم تبقى عارف من فوق الكريوتوم الباوندرز بتاعتك ايه، ونمره 2 السباتولا بتاعتك بتبقى حاططها سوبرفيشال ما بتخشش ديب. ليه؟ لان لو دخلت ديب هتبدا تبقى بتريتراك دايركتلي على الفيجوال كورتكس، تمام. فيجوال كورتكس موجود فين؟ موجود في الجنكشن ما بين الاثنين، بياخد جزء من الكريت وجزء من اللينجوال في ميديالي في الاريا ده، تمام. الجزء بتاع الكريت هو بيسبلاي اني فيلد اللور معكوسه بالظبط كده اللور، الجزء بتاع اللينجوال ده بيسبلاي الابر فيلد، تمام. فيبقى الاهميه بتاعته سيرجيكلي ان انا اخش لما اجي اخش سوبرا تنتوريال سب اوكسيبيتال سوبرا تنتوريال ابروتش السباتولا بتاعتي ما بخشهاش ديب قوي عشان ما تبقاش افكتنج الفيجوال كورتكس. ده باقي السيرفيس اناتومي بتاع السكال، ده الاكسترنال اوكسيبيتال بريبيوبرنس، ده السوبيريور نيوكال لاين، ده الانفيريور نيوكال لاين، وده الميد لاين كريست. المصل اتاتش للاريا ده هي، حد يقدر يقول لي عليها؟ ناخدهم واحده واحده، من اول فوق الاكسترنال اوكسيبيتال بريبيوبرنس بالسوبيريور نيوكال لاين اللي اتاتش ليه، هم اتنين 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 ترابيزيوس ميديالي ولاترالي خالص هنا اللي هو مقربه عند عند الماستويد بروسيس تبقى ستيرنو ماستويد، خلاص. ما بين السوبيريور نيوكال لاين وما بين الانفيريور نيوكال لاين في الاريا ده هي في تو ماسلز اس او سبلينيوس كابيتس، ايوه، والاوبليك سوبيريور، واحده من سب اوكسيبيتال جروب. سب اوكسيبيتال جروب هياخدوا الثلاثه دول، هياخدوا الاريا دي كلها، دول السب اوكسيبيتال جروب، دي الاوبليك سوبيريور، ودول هيبقوا ريكتس كابيتس بوستيريور ماينور وميجور، تمام. ماينور اللي هي هنا الصغيره دي ماسكه لحد سي 1، ماينور لانها من السكال سي 1، ميجور لانها من سي 2 لحد ايه؟ لحد السكال، فدي اتسمت ميجور. والاثنين ريكتاي، الاثنين ريكتس، الثانيه اوبليكس سوبيريور اوبليكس لانها جايه من ترانسفيرس بروسيس بتاع سي 1، فجايه اوبليكلي، ماشيه اوبليكلي. التانيين الريكتاي دول عند السباينس بروسس بتاع سي 1 والسباينس بروسس بتاع سي 2، فعشان كده سموه ريكتس كابيتس بوستيريور ماينور من سي 1 لحد هنا، ريكتس كابيتس بوستيريور ميجور من السباينس بروسس بتاع سي 2 لحد هنا. الاوبليكس اتثبت اوبليكس لانها جايه من عند الترانسفيرس بروسس بتاع سي 1 سوبيريور اوبليكس. امال الانفيريور اوبليكس راحت فين؟ اسمها انفيريور اوبليكس برضه من الترانسفيرس بروسس بتاع سي 2 الى السباينس بروسس بتاع سي 1، انا اسف، الى السباينس بروسس بتاع سي 2، فدي ريكتس كابيتس انفيريور، قصدي اوبليكس كابيتس انفيريور، تمام. ده السب اوكسيبيتال تراينجل ده بالمناسبه، يعني زي ما انتم شايفين ان هو في السكال اللي موجوده معاكم جنب على طول الماستويد في جروف قوي جدا موجود دوت اللي هو ايه؟ دايجاستريك جروف اللي ماسكه فيه البوستيريور بيلي اوف دايجاستريك، تمام. برضه ده من السيرفس اناتومي من النقط المهمه عندنا، فريزي بوينت وداندي بوينت وكينز بوينت اللي هو من عند الاكسترنال اوكسيبيتال بريبرنس، لما اطلع لاترالي 2 سم واطلع اب 3 سم يعني تقريبا بقرب على عندها او بعد شويه الاو بي بوينت تقريبا، تمام. عند الاو بي بوينت تقريبا او بعدها بشويه بيبقى اول فريزي بوينت، ثم الداندي بوينت 4 سم دي ابعد شويه 4 سم يعني تقريبا، و6 سم يعني تقريبا فوق على طول الجنكشن بتاع اللامدويد مع السوبر ساجيتال، يعني هنا تقريبا فوق الاو بي وهنا تقريبا فوق الايه اللامدويد جنكشن. يهمني ان انت لو انت الدايركشن بتاعنا دايما عند تقريبا الاي، تمام، عند الابسيلاترال اي، ولكن منطقي ان لما تبقى واخد انا الهول التحتاني يبقى الدايركشن بتاعي هيبقى اعلى من الستريت الهول الفوقاني، فعشان كده لما اجي اخد هنا اهو الهول الفوقاني هيبقى الدايركشن بتاعي ناحيه الميديال كانسس، تمام. لما اخد الهول التحتاني يبقى الدايركشن بتاعي مور ستريت اللي هو تقريبا عند السوبيريور ريم مش عند الميديال كانسس، عند السوبيريور ريم بتاع الاورج، تمام. الكينز بوينت اللي هو اللي احنا بنستخدمها كتير قوي اللي هي حوالي تقريبا 3 سم اباف الاير بينا
الى 3 سم بوستيرير تو زائر بينا. ولما تشوفوا ده بيدخلني جوه الايه، ما كله في جوه اللاترال فينتريكل جوه الترايجون. كويس. هنا بقى في نقطه مهمه الحقيقه اللي كتير ما بتبقاش واضحه بذهننا، وانا بخش اخش ازاي برضو زي ما معظم الوقت بنعمل داخل جوه، واحاول ابوينت ناحيه الميديال كانسس بتاع الاوربت. احنا في التو ابروتشز دول كنا داخلين من فين؟ اوكسيبيتال. اوكسيبيتال لو موجود، او ترايجون برضو، لان اوكسيبيتال هون دوت ممكن ما يبقاش موجود او يبقى رودومنتري خالص. فانت برضو ايمنج الترايجون بوستيريولي او اللي هو مكان الاوكسيبيتال هون لو موجود، مش كده؟ وجنب الميد لاين. فانت من حقك ان انت بالابروتش ده او الثيوريتيكال المفروض انت بالابروتش دوت هتخش من الترايجون او من الاوكسيبيتال هون، وات ايفر اوكسيبيتال هون ثم ترايجون ثم بادي دايركتلي، ده ستريت لاين لحد ما توصل ل فورمنوف بنرو، تقف عنده. المفروض ده التيبيكال، ده الايديال اللي انت عايز توصل ليه. وليه عايز اوصل عند الفورمنوف بنرو مش قبله ولا بعده؟ خصوصا قبله، عشان كرويد بليكسس، عشان الكرويد بليكسس، عشان بحاول التيب بتاعتي تبقى بعيده عن الكرويد بليكسس. تمام. بالاضافه ان ثيوريتيكال سبيكينج الفورمنوف بنرو هو المفروض ان هو الزيرو بريشر، يعني البوينت اللي بقيس عليها البريشر بتاع الانترافنتريكولار. تمام. فاحنا في التو بير هولز اللي موجودين سواء كان فرزي او داندي، اكشولي التراجكتوري بتاعتي ده كله ماشي جوه الايه، جوه الفنتر. كويس. انا هنا في الكينز بوينت اللي انا بخش بيها، بخش بيها دي بتوصلني فروم لاترال تو ذا اتريوم. ده فروم لاترال ده ديفينت، لان انا داخل من اللاترال. ازاي ابقى داخل من اللاترال تو ذا اتريوم وعايز اوصل للفورم اوف بول اللي هو انتيريور؟ وعشان كده الابليكيشن الصح اللي مكتوبه بالكتب تعمل ايه؟ صح ان المفروض ان انت، عشان لو انت عملت بالابروتش تاني دوت هتبقى انت مش ماشي من الاتريوم، ده انت هتوصل هتمشي جوه. ممكن في بعض الاحيان تلاقيه في الصلمس ماشي، ممكن تلاقيه غالبا ما بيعملش مشكله، انما هو كله بيبقى ماشي في البرين تيشو، ويا دوبك عند التيب هو اللي يروح داخل لك جوه الفنتركل، عشان بفرضيته انه جاب لك سي اس اف. واخد بالك ازاي؟ انما هو الصح، الطريقه الصح خالص ان انت بتخش زي ما انت بتقول بالستايلت بيربنديكولر لحد ما تجيب سي اس اف، يبقى دوت دخلت جوه الاتريوم، اقوم شايل الستايلت وثيوريتيكلي ادككها هي من غير الستايلت، وهي واخده الكيرف بتاع البادي وتوصل لحد الانتي. انت وانس ان جبت سي اس اف المفروض ان انت وصلت للتراجل. وعشان كده في طريقه ثانيه انتوا ساعات بتعملوها لما تلاقي ديفيكلت كانيوليشن في الطريقه بتاعتك ده، هي تروح عامل ايه؟ تقول اخش بيربنديكولر، مش كده؟ لان هو شورتس، اصل انت الثاني دوت الابروتش الثاني ده كل التيوب ماشيه جوه برين. فانت لو في انكلينيشن وعايز توصل للتارجت بتاعك اللي بعيد، فاي انكلينيشن خفيف بروكسيملي ديسلي هيبعد قوي، مش كده؟ فانت عشان كده لما بتلاقي ديفيكلت كانيوليشن اوف فينتريكل انت اوتوماتيك بتروح داخل فيرتيكال. بس بقى المشكله ان انت ما بتخشش فيرتيكال بالستايلت كل اللينس بتاعك، فاهم ازاي؟ فانت المفروض تخش فيرتيكال وبعد كده اللينس بتاعك الباقي دوت تزوده من غير الستايل. دايمنشن الفورم ماجنم في الشكل بتاعه هو اوفال، الانتروبوستير دايمتر بتاعه دايما بيبقى اكبر من الترانزفيرس دايمتر، ده حوالي 33 مللي تقريبا، و 28 مللي ترانزفيرس بروسس ترانزفيرس دايمنشنز بتاعته. ده الباوندز بتاعت الفورم ماجنم دي قلناها. كده خلصنا الاوكسيبيتال بون از ا بون.